السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى حسن من قناة أنا وتيري مع مصطفى. أولا رحب بكل بيشوفني من جوا مصر برا مصر، مشرفيني جميعا. وأحب أقول يا ريت اللي يشوف قناتي لأول مرة يدوس على زر الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصل كل جديد من عندي، وريت يا جماعة تعمل لايكات على الفيديو ده أو أي فيديو قديم عشان يوصل الناس اللي مش مشتركة عندي ومنها الشارك وما يستفاد من الفيديو. أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ريت يا جماعة كلنا نصلي على سيدنا محمد ونقول ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم. دلوقتي يا جماعة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا عندي أنتوا عارفين فرخ التسمين وده بط طلع لي بس أنا ما صورتوش، ده أول مرة أصوره تمام. وده برضو عندي حاجة تاني، ده حاجز أنا عامله لأن هنا برضو في بط صغير ده طالع عندي برضو، وده الفراخ الفيومي والسمان، دول بياكلوا علف تسمين ناعم بس انا حاطط لهم خشن حاليا عبال ما اجيب علف تسمين ناعم، وده بياكلوا علف خشن وانا مش حاطط لهم اكل دلوقتي لان انا لما بجوع الفراخ بخليها تعمل حمام كتير فبتنزل السموم اللي في جسمها، دي معلومه قالها لي الدكتور. ده هياكلوا خشن وده هياكلوا ناعم، فعشان كده انا عامل ما بينهم حجز. طب ليه يا مصطفى ما ربيتش البط مع البط والفراخ مع الفراخ؟ اقول لكم ليه. الفراخ دي 15 يوم واتبعها او 20 يوم واتبعها فهتاكل خشن خلاص، عدى عليها فترة الناعم، والبط ده عمر شهر 40 يوم في الحدود دي برضو عدى عليه فترة الناعم، هيدخل دلوقتي في فترة الخشن، فحطيتهم مع بعض تمام. والدورة دي انا عاملها للبيت يعني، حتى لو ادتني اوزان صغيرة تمام تربية نظيفة هناكلها تمام. دي فراخ فيومي بلدي انتوا عارفينها، لسه صغيرة لسه ما تستحملش الخشن يعني تلاقاها ومش واكله خشن كمان ماشي. بس هنعمل ايه تصبيره بس ايه عبال ما اجيب لهم شكار 50 تمام، والشكاره 50 يا دوب تكفي ده وده. وده بط برضو لسه صغير متهيئ لسه 20 يوم، لسه صغير عليه قوي 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 ان هو ياكل خشن، فهو ممكن ياكله بس لا البروتين لازم البروتين يبقى عالي، فده لازم ياكل الناعم. فانا عزلتهم وعملت حجز كده وحطيت السمان معاهم. ليه؟ لان السمان برضو السمان بياكل خشن بياض عادي بس انا عايز اكله علشان عايز يديني حاجات كويسة يبقى كويس وبعدين يبضلي، مش يبقى هفتان وبعدين يبضلي. وان انا في اوضة واحدة ربيت فيها بط وفراخ، لو الفيومي والتسمين كانوا عمر بعض او يقدر ياكلوا خشن مع بعض كنت ربيتهم مع بعض تمام. بس يعني الظروف والبط كذلك، بحجز ربيت هنا فراخ وبط وبحجز هنا ربيت فراخ وبط كتاكيت، والأوضة دي عشان اعملها باب وباب فتلاقوني عامل ايه دي الحضانة ومركب لها لمبة، هي دي الوحيدة اللي مركب لها لمبة ومركب لها هنا لمبة للتدفئة للكتاكيت لسه. وعلى فكرة ده نقطة من هنا انا نقلتهم كلهم وكله تمام وحطيت لهم مية وكله زي الفل تمام. طيب وما فيش خطر، البط بيعكعك، بصوا البط هو اللي عامل العكعكة دي كلها لو انتم واخدين بالكم، بس انا مطلع العكعكة دي الناحية دي وهنا مطرح ما بيقعدوا وبياكلوا كله تمام، بس هنا للعكعكة عشان البط تمام مش علشان حاجة. وبرده كذلك البط ده صغير والسقاية عليهم كبيرة فتلاقوهم مش بيعكعكوا قوي يعني تمام. وغير كده في شمسة بيقعدوا اهو شفتوا يعني دول مثلا ممكن يكونوا اتبلوا مية وقفوا في الشمس هم مظبوطين تمام. وبالنسبه للاوضه انا بس ايه كنستها ومسحتها ميه، والفراخ البط برد عشان كده تلاحظوا ان هو حجمه صغير شويه، البط برد فعلشان كده انا مش هعمل فيها اي حاجه غير لما البط ده يشد حيله عبال ما ده يطلع بره وده يكبر هقوم منظف تمام. بس ده انا مش هينفع انظف كده، واكيد دول هيكبروا مع دول برضه يعني دول قولوا هيقعدوا شهر علف شهر علف ناعم وبعدها شهر علف خشن وبعدين يطلعوا بره تمام للبط الكبير بقى وكده. وهو الحمد لله ربنا رزقني ببط رمضان يعني، ده بالنسبة لي في شهر واحد وده 20 يوم يعني لو اهتميت بيه شوية على رمضان بإذن الله هطلع منه للبيع وهناكل منه تمام. وبالنسبة للسمان أنا هذبحه وأجيب سمان أسود لأن يعني حد نصحني بالأسود عن الأبيض، وأنا بالنسبة لي عايز أخفف شوية من الطيور اللي عندي تمام، عايز أخففه بالذات السمان ده عمل لي قفلة تحت في البيت لأن بصوا دي سلوك وده مشترك موصله من تحت وده كده، لقيته نط نزل لي اللمبة دي على الأرض
ووقعلي دي وجبت مكانهم. وحتى لو تبصوا مكان اللسع فالسمان برضو عامل لي مشكله. جيت احطه في البطاريه دي ما بطش عندي مش عارف ليه. وبرضه هو ما بيحبش الحريه, هو بيطير فما بيحب ما بيحب الحريه, ما بيحبش ان هو يتحبس. تمام, وهو تربيته جميله والله يعني ما فيهوش اي مشاكل. وبالنسبه للبط ده هو انا بالنسبه لي الايام دي بالذات عشان بدات هو الجو ساقع, بس عشان هو ساقع اكتر هجيب مضاد حيوي 500 وهحطه في بق كل حاجه من دول او 250 عشان بس يستحملوه, وهحطه في بق كل اللي هنا ده, كل اللي هنا ده اذا كان سمان او بط صغير او بط كبير او فراخ تسمين او الهندي او فراخ فيومي او الفرخة المفتلة دي كمان هبقه على طول. ليه؟ علشان يبقوا معايا مناعة, حتى ان هما ايه مش عايزهم يا سيدي يبقى مناعة على طول, انا عايزهم مناعة لحد ما يكبروا شوية ويقدروا يستحملوا معايا الجو, وانت عارفين ان هما بيستحملوا, بس ايه برضو ايه الوقاية خير من العلاج. تمام, وبس يا جماعة. وبرضو حبيت اقول ان النشارة مهمة في الاوقات اللي احنا فيها دي وبس. ودي برضو جو شمسة وكويس, بس على بالليل بيسقع. تمام, هي دي المشكلة. تاني حاجة ده انا هقفله كله بمشمع اصلا علشان قول لا اله الا الله معايا كده علشان السقعة, وده منهم للشقة مش هحتاج ان انا اقفل بتاع ده, مش محتاج ان انا اقفل بنشر. تمام, فبس يا جماعة ده اللي انا حبيت اقوله لكم في الفيديو ده, وعرفكم ازاي انكم تربوا كذا حاجة في مكان واحد. وحتى لو انا لو ما عندكش مكان زي ده, ما عندكش مكان زي ده وعندك اقفاص, اقفاص قفل كده واقفاص اقفل الشباك ده لو مش عندك, وبرده كذلك هنا اقفاص اقفل الشباك ده ورب هنا اهو. بصوا مكان ما شاء الله كويس, وحتى يا جماعه بصوا تلاقوا فيه بط كاشش, دي كشه مش عارف ليه, وبصوا بيحركوا مش عاجبني يعني اهو. بصوا المكان ده وبصوا المكان ده, تقدر تربي هنا ذكر وانت يتم بطل, وهنا ذكر وانت يتم بطل, واللي يطلع منهم بيعوا لاي حد عايز بط صغير. البط الصغير ليه زبونه على فكره. تمام, بيعوا, ولما تبيعوا ربنا هيكرمك فيه. وكذلك شغال شغال شغال, ده انت لو مش الكيف لصغير عايز تجيب صغير او المكان يكفي عمرين, واكيد انت في بدايه مش هتجيب عمرين, انت اكيد هتجيب عمر واحد تجربه نفع معاك تقوم جايب عمر تاني كده كده تمشي حالك. تمام, فاسف ان انا طولت عليكم, ان شاء الله تقابلوا في فيديو جديد او بث جديد اي يوم اقرب, وان شاء الله الفيديو الجاي او البث الجاي يكون احسن من ده بكتير, وباذن الله باذن الله يكون الفيديو عجبكم, ويا ريت تحطوا لايك للفيديو وتقولوا ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله والصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام, وباذن الله ربنا يزيد لينا وليكم البركه, وباذن الله باذن الله الفيديو الجاي او البث الجاي يكون احسن من ده, وباذن الله برضه اعمل لكم فيديو عن ذبح السمان, لان انا سبت 5 ذكوره كنت فاكرهم 4 سبتهم 5 ومبهدلين بعض, هعمل لكم فيديو وانا بذبحهم برضو او وانا بذبح السمان عامه. يلا يا جماعه اسف ان طولت عليكم, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.